Buzz it on that beat, ho. من بين الضباب طلع سخير الحس بفك المثلث ضلع ضلع بدو نجاسة السياسة والتطبيل والخلع شباب تتأمل بتشوف بتناقش بتحلل حاجز الكسوف والخجل انكسر انا محايد مع الصح فقط طريقي شارع اتجاه واحد الى الامام شايف النجوم قديش بعيدة بس مش ضايل كتير بيدي حجيبة عنا حلم مش بس عالورة مكتوب تعالوا شوفونا هاي فيديوهاتنا على اليوتيوب فكاها بنكهة اي سيا مبدئيا علميا احنا بشر واختلاف الاراء شي يحترم حلمنا في المجتمع إن نكون ضوء مسلط مش معظم لكل حدث غير عادل صوتك معنا اعتبر واصل صوتك معنا اعتبر واصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في النشرة الإخبارية للجامعة الأمريكية بالقاهرة المهزوزة. بمناسبة أبو سمير المهزوزة، إحنا يعني كنا في الفترة اللي فاتت دي لاحظنا إن في بعض القرارات يعني اللي كلها هزة. يعني صح. قرار إنه بينجي يتشال وبعدين إنه بينجي يرجع تاني ويجيبوا إنرجي. هم يعني تلاقيهم دايما محتفظين بحتة الإنرجي بس يعني بشوية رجعوها وشوية شيلوها تاني. فيعني أنا صراحة مش عارف. أنت بتتكلم جد ولا بتكلم؟ والله يا غندور دي بقت حاجة مش طبيعية. عندك مثلا كارد ستريتش. جي قالك في يوم مش هندخل unregistered cards. اليوم اللي بعده جه قالك لا يا عم هندخلهم بس من gate 2 ومن gate 5. بس هم بسمير بيعرفوا ازاي اذا كانت العربيه registered ولا مش registered؟ سؤال كويس يا غندور. اكد مصدر موثوق فيه ان دلوقتي بقى في security cameras موجودين على gates بتلقط البليت نمبر وبتشوف العربيه دي موجوده في الداتابيس ولا مش موجوده. لو موجوده بتدخلهم، لو مش موجوده ما بتدخلهمش. بسيط. لا طب حلو قوي. لا شغل عالي قوي. لا ربنا يبارك لهم ان شاء الله ويعني يضلوا فيش كل العربيات. اللي هو مختار برضه تعب في الموضوع جدا فنحب نحيي طبعا نحب ان احنا نحيي هذا الشخص. صح حقيقي. وابو سمير بيحبه يعني نشوفه مره دايما في اللايبرري بيروح يسلم عليه. اهم العناوين: الاس يو في ميت يوم داينج فور سيلفي بلادي سوكر. الاس يو هو اورجانيزيشن من الطلبه موجود عشان يريبريزنت يديفلوب يسيرف يو. يا راجل دفعوا لك كام يا ابو سمير عشان تقول عليهم الكلمتين الحلوين دول؟ والله ما خدنا مليون. يا عم روح ده انت يعني من الجاكيت اللي انت جايبه. ماشي خلاص مش لازم نتكلم بقى على الجواكت. انت بس تفتكر نفسك وما تفتكرش الناس اللي بتشتغل معاك. الاس يو برئاسه الساده نادين حسني وحسب الله كفراوي بقى له سمستر شغال وحان وقته الحساب. هنحاسبهم. استبر the union back on track. اللي احنا جايين نعمله هو ان احنا نرجع الاتحاد لدوره الاصلي ان هو يبقى بيريبريزنت بيسيرف وبيدفع. عليك نور، احنا هنا في هذا البرنامج المحترم والمحايد والشريف يعني فكرنا ان احنا نعمل تقييم لهذه المؤسسة بان احنا هنجيب عربيات ونقارن الشغل اللي عملوه بالعربيات دي. نبدأ بمشكلة البساط. ابو سمير بلاش حوار البساط ده بينرفزني. احنا ابو سمير السيزون اللي فات ده كله ما كناش بنتكلم على حاجة غير البساط يا بابا. غندور هو فعلا كان في مشاكل من البساط بس ده لا يمنع ان الاسيو فعلا خلص. موقف مين اللي ضحك عليك وقال لك الكلام ده؟ عندك مواعيد بساط مش منظمه بالمره، الناس كانت بتيجي على مزاجها، تايم سلوتس ضايعه خالص تقريبا ما يعني ما كانوش خدوا راي السودنز في حاجه زي كده مش عارف بيعملوا على مزاج مين. عندك ما كانش في واي فاي، عندك كان في سواقين بيتوه. فكلمني بقى على يعني العملو. بس الاس ال اي اجريمنت اللي هو البوينت سيستم لسه شغال. وايوه طبعا هتاخد حقك. هلاقي واحد يقول لي ايه هو الاس ال اي اجريمنت، اقول له دوس على اللينك هنا عشان تعرف. اللينك ورايا خلاص ما نزلت راسي. ما بيفهمش هو ان يعني اليوتيوب بيحط بتاع ده هو هنا يعني انت طالع راسك يا ربي. The Assembly Newspaper. الفيز ديدلاين مأساة. طبعا احنا مش هنرقص المره الثانيه على التوالي بسبب ان دلوقتي في المفروض شغال. المفروض شايف اللاين الطويل اللي هناك ده غندور؟ انا واحد ابو سمير اللي عند احسان ده شفته؟ شفته هتقف فيه ومش هتدفع مصاريف وهنغرمك كل يوم مبلغ وقدره تاخير. يا الله دي حاجه محزنه جدا يا ابو سمير. ده احنا قبل ما يخلص اللاين ده يكون الدولار وصل ل 10 جنيه. بس ده لا يمنع ان الاسيو فعلا تدخل ويزود الايام اللي دفع المصاريف والموضوع مكمل لغايه السمستر ده يعني. طب ده حاجه كويسه يعني ربنا يعني يزود الايام دي يعني عشان انا صراحه ما كنتش عارف ادفع. كل ما اروح للسي اي بي اساسا يقول لي السيستم واقع وما ندفعش حاجه. الديكلاريشن الاس يو الوينتر اللي فات نزل ببوست عشان يتكلم على النيو ديكلاريشن بوليسي ويعني للاسف طلاب لقوا انه
مش هو ده اللي بيطبق في كل الديبارتمنتس. ما تزعلش نفسك هندور. الاستاذ محمود الفاتح تولى المهمه وان شاء الله هيبقى في مهرجان ديكلاريشن. يا استاذ حمودنا هلا حكيت لكش انا على السيرفيسز كوميتي بتعمله ابو سمير، يبقى ما حكيت لكش. ماشي، دلوقتي احنا كطلاب في بيولوجي ميجر بنحتاج لاب كوتس، ويعني طبيعي ان انت لما تنسى اللاب كود بتطرد، عشان كده السيرفيسز كوميتي في الاس يو ماركت بتروح تديهم الاي دي ويدوك لاب كود عشان ما تطردش. نفس الحكايه مع الكالكوليترز، افرض مثلا انت دخلت فاينل ومعكش كالكوليتر هتطرد برضه، فالسيرفيسز كوميتي حلت الموضوع. يعني ايه ده بتطرد لو مش معاك كالكوليتر في الفاينل؟ مش كفايه ان انت هتلبس؟ المهم بس اعتقد ان دي من افضل الحاجات اللي السيرفيسز كوميتي فعلا عرفت تعمله. يعني هي كانت صراحه كانت حاجه كويسه، بس هم ناقصهم بس يعملوا لنا افطار بقى كل اسبوع. يعني برضو احنا عايزين محتاجين ناكل، لازم تاكلونا عشان يعني ايه الدي دي سي. يا الله انت يا ابني يا حبيبي ما عندكش مواضيع تانية تتكلم فيها؟ احنا ليه كل مره بنفتح الموضوع ده بنبدا خناقه؟ افرض اعتبره ابوك يا اخي. طب ما خلاص، ما هو زمانه لقى شغل دلوقتي. يعني مش سري وانا بكلمك. خلاص يا ابو سمير بقى، يعني دي من جمهور كل مره. الاسيو ماركت صراحه اتحسن جدا. كونفينينت برودكتس، يعني بس ما كانش عندهم شوبس رمان، ما بحبش شوبس رمان. كونفينينت برايسز، تشيك حلو كده كويس. كونفينينت بلايس، ظريف برضو حلو مكان. هو فين هو؟ بيبقى شارع كده جنب الهيلب ديسك، تشوف محمود الفاتح هناك على طول يحكي لك كل الاخبار. ظريف قوي محمود الفاتح. الويلكم باكس صراحه كانت فرصه كويسه جدا ان يحصل كولابوريشن ما بين الاس يو والاسوسيشن. صح، وريني يا ابني الشنطه يا عم. بالراحه بالراحه. دي كانت هنا شنطه قدامنا بتاعه الاس يو للجماعه الانديكليرد، زي ما احنا شايفين شنطه نظيفه جدا وكان المفروض جواها حاجات. لا راقيه راقيه كويسه حلوه يعني. بس ده لا يمنع غندور ان في بعض الميجرز اتظلمت اكتشوالي. ايه ده؟ خش يا غندور. ايه ده؟ خش. مين هذه الاسوسيشن المسؤول عن هذا الفولدر؟ افرق. انا عايز اسال سؤال واتمنى ان الكاميرا تجاوبني. انا مش هتكلم اكتر من كده، بس ده ما ينفعش. وهنا يعني نحب نقول الاس يو خد خطوه تجاه هذه الاسوسيشنز اللي بتعمل حاجات بالشكل ده، وعملوا ويلكم باك يونيفايد. البلازا بتطلع كانفاس، يعني بتحل فيه. وان شاء الله لو قدرنا نفهم ان دور الكلوبس لازم يرجع ودور الجامعه على دور لازم يرجع، البلازا هترجع ترجع تاني ناس فوائد الحركه الطلابيه في مصر كلها. وعدت ووافقت. صراحه دي كانت فرصه كويسه جدا ان يحصل كولابوريشن ما بين الكلوبز تحت مظله الاس يو. ده غير دلوقتي ان الكلوبز ما عادتش حاسه ان اليونيون بقى كومبيتيتور ليهم. الكولابوريشن ده ساعد ان الكلوبز تديفلوب وتتحسن، فيعني كله مستفيد واحنا بنحب الاستفاده الحمد لله. يعني all in all نقدر نقول ان الاس يو السمستر اللي فات كان dying for a selfie. انا جاي الجامعه اول يوم سعيد ومبسوط فرحان مستعد بقى للسمستر الجديد. وايه بقى اللي يحصل غندور؟ ايه؟ الاقي قنبله. قنبله في الجامعه الامريكيه؟ مش ممكن يا ابو سمير. طب انت كويس ما حصلكش حاجه؟ ما متش مثلا؟ لا مت يا غندور. انت بتسف عليا يا ابو سمير؟ ما انت لسه عايش قدامي اهو. المهم يكلموا الداخليه وتيجي الشرطه وامن ملثم وخبير متفرقعات وسكيورتي، وتيجي ايه تلاقي واحد شاب طائش ماسك موبايل بيقول انا عايز اخد سيلفي مع الشرطي الملثم. واحده من الستاف تيجي تقول انا عايز اخد سيلفي مع القنبله. كل واحد يخلي باله من مغاليبه. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ مش ممكن مش ممكن، ما يصحش. نسيب الناس تشوف شغلها شويه. ما ينفعش ناخد سيلفي مع الناس وهي بتشتغل. انا مش محتاج اقول لكم حاجه زي كده. ما ينفعش ما ينفعش، سيب الناس تشوف شغلها. انا هنا احنا كاداره برنامج بنقول للناس وبننصحها لو سمحتوا بلاش تاخد سيلفي مع الراجل، سيب الراجل يشوف شغله. بغض النظر عن التقييم اللي عمله. الله 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 الله. ايش في مين ده؟ ايش مين ده؟ مين ده؟ ابتسام؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ابتسام مين ده؟ شغال معاك من مع السيزون الماضي. مين ده؟ ايه ايه مين؟ ايش بتعمل؟ فين فين غندور؟ يا عم لسه كنت شغال معاك في اول حلقه. فين غندور؟ انا غندور مش موجود هلا. انا مش همثل مثل غندور. على كيفك هي؟ انا مش عارف امثل على كيفك هي؟ انا مش همثل مثل غندور ولا هعمل معاك الصح؟ اذا كان كده ماشي. الاس يو ليه مواقف كتير في قضايا بتثير الجدل داخل وخارج المجتمع الجامعي. دلوقتي اللي حصل ان كان في ماتش و29 واحد ماتوا في الماتش ده. 29 شهيد زملكاوي ماتوا بس عشان نزلوا يشجعوا فريقهم. ليه مدرج من جوه يبقى فاضي ومن بره مشجعين بيموتوا من الغاز والتدافع واحنا نفضل ساكتين؟ ليه دول عشان ينزلوا يتبسطوا شويه ويشجعوا فريقهم يرجعوا في كفانهم؟ ليه؟ عشان احنا دلوقتي معظمنا سكت والاعلام طبل وبعد كده نسيهم، فالموضوع اتكرر تاني وهيكرر تالت ورابع. الشهر فبراير
السنة 2012. المكان بورسعيد. الهدف ماتش ما بين الأهلي والمصري. والنتيجة الشعب خسر 74. مهما كانت الأسباب من تدافع أو مندسين أو أو أو، الشرطة في وستظل في حماية الشعب. أصب العقل كده، في تدافع ينتج عنه جثث بالدم، في جيش وشرطة ما عرفوش إن في مندسين إلا بعد الحدث. عمر محسن اسم الجيت اللي جنب كويك اللي بنخش منه كل يوم، مش عارفين نقول عليه إيه بصراحة. بطل، شهيد، أيوسين، راح على ماتش في بورسعيد ورجع الأهل وأصحابه بكفن، الله يرحمه. كلنا فاكرين إن الأحداث دي بعيدة عننا، لكن هي مش بعيدة خالص. انتهت النشرة، فتكم بعافية. إحساس برضو مختلف إن أنا كإعلامي أبقى قاعد وبقول انتهت النشرة وغندور مش جنبي. أنا متأثر غندور. يا أنت مش إحسان، أنت اسمك النهاردة. أنا متأثر. مش كانوا يشوفوا HSBC؟ أنا بحب هذا البنك. ثم فالحين يجيبوا CIB. أنا بحب CIB. إعلاناته دايما محطوطة على المطار وأنا رايح السعودية، تلاقي محطوط CIB ما تفقلش. أشوف هذا البنك ما بقاش سعيد خالص. بس راح تحس التفرية شطح إن هو رايح مسافر السعودية. يعني اللي هو استحالة ما ينفعش مخ عادي يعملها. مش فاهم يعني. العربية عايز نعمل إيه يا حسين؟ سكيب! احنا عدناها ده مين ده مش مين؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ يمكن يكون في ده بيشيل ده بيشيل تعال انت بتقول ايه يا ابني؟ ما رحتش اقول لك ابعتلك انت ليش ما قلتش ادع على شايف القص من هنا يا ابني؟ انت كده لسه ما قلتش حاجه يا ادع.